الليلة غير فعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم مستمعي إذاعة صوت الخليج في برنامج سهرة خاصة الليلة غير فعلا. في مجموعة العمل اللي راح ترافقنا في هذه السهرة راح يكون الإعداد من عبد السلام جاد الله بأمثاله، وفي التنسيق معنا خالد المناعي، وفي التنفيذ أحمد الحمادي، وفي الإشراف على الكنترول عبيد الشمري، ومعاكم خالد الشيخ. خلنا نستمع إلى هذا التقرير. سهرتنا الليلة مع فنان تعرفه صيدا كابن لها كما يعرفها ويعتز بذلك. كم وقف على شاطئها ليرمي بأحلامه على أمل أن تأتي حورية البحر ويرافقها إلى مستحيلاته. سمع مقامات الريح وهي نازلة عن كتف الجبل، في صوته شيء يشبه النداء الملتاع على حبيب لا يجيب. شاعري الحنجرة، حميمي النظرة. يا حبيبي بحبك لا ما تبعد عني هواك، خبيني بقلبك عمري وروحي يا غالي معك، صدقني بحبك تبقى حدي يا أحلى نصيب، عيشني بغربك كوني بقلبي أغلى حبيب. بحبك لا ما تبعد عني هواك، خبيني بقلبك عمري وروحي يا غالي معك، صدقني بحبك تبقى حدي يا أحلى نصيب، عيشني غربك كوني بقلبي أغلى حبيب. اكتشف أن حورية البحر المستحيلة كانت معه وهو يغني، كان اسمها نادية. تزوج الشاعري المغني من أميرته لتنمو المواويل على شبابيك الدار، ليركض الصغار ألحان ومحمد ورنا خلف الغيوم الشمالية المهاجرة. ضيفنا في سهرة خاصة على أثير صوت الخليج لهذه الليلة هو الفنان فضل شاكر، فأهلا وسهلا. كنت بخبي وداري عايش على ناري، شفتك بالي جباري زي ما قلبي اتمنى، يمكن دي الجنة لكن أنا مش هستنى أشوق منالي حالي حالي بيطار. والله على رأي اللي قال إن الحب جاب واحدة الألف سؤال، نظرة عينيك من الجبال لحظة لقاء وأنا جنبك بلقى الدنيا دي عالم تاني، لحظة لقاء تجمعني بيك والمس إيديك ترجع بقى، ولا أنت خلاص دلوقتي بقيت تنساني ترجع بقى، وأنت اللي يا ما حلمت بيك لحظة لقاء وأنا جنبك بلقى الدنيا دي عالم تاني، لحظة لقاء تجمعني بيك والمس إيديك ترجع بقى، ولا أنت خلاص دلوقتي بقيت تنساني ترجع بقى، أنت اللي يا ما حلمت بيك. للتواصل مع إذاعة صوت الخليج على الهاتف رقم 4403 أربعة أصفار من داخل قطر، من خارج قطر فقط إضافة فتح الخط 0974.
وعلى الرسائل النصية من قطر 92897، مملكة البحرين عبر زين 77612، عبر باتلكو 92013، الإمارات العربية المتحدة 6964، المملكة العربية السعودية عبر الجوال 80537، سلطنة عمان عبر عمان موبايل 90246، عمان نورس 90644، العراق عبر زين 3557. أهلا وسهلا، شرفونا أحبابنا. أثبتت كذبة أول أبريل أنها كذبة عفوا، والدليل كذبة أبريل أثبتت بأنها كذبة، والدليل أن ثلاثة موسيقيين مبدعين ولدوا في اليوم نفسه. ففي عام 1873 ولد المؤلف الموسيقي الروسي سيرجي راخمانينوف، وفي عام 1968 ولدت المغنية اللبنانية جوليا بطرس. وضيف السهرة الليلة الفنان فضل شاكر من مواليد 1 أبريل 1969. أكذب عليك 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 ما أكذب عليك لو قلت بحبك لسا أكذب عليك أكذب عليك لو قلت نسيتك همسا أكذب عليك الصوت اللي ما يخلق الوهم ويخترعه ويخلي الناس تتوهم بأن هذه الحالة صادقة، صوت أنا باعتقادي غير فني. ولذلك يستطيع ضيفنا الليلة أن يكذب كما يشاء بصوته علينا ويحطنا في أي وهم وراح نصدقه. يسعدني أن أرحب بضيف سهرة خاصة، الفنان الصديق فضل شاكر، آملا أن تسعدوا إن شاء الله بما ستسمعون الليلة من الضيف أو مني أنا خالد الشيخ. يا أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك حبيبي يا خالد. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. سعيدين أنك أنت موجود. وأنا أسعد. وفي ناس طبعا حاسدين أن احنا موجودين مع بعض. لأن أنا مو قصدي اللي في الكنترول طبعا لا. لأن قصدي في ناس كثيرة بتحبك وتتمنى يكون تكون حاضرة في هاللقاء. تحياتي لألهم. وأنا أشعر بسعادة كبيرة حقيقة عزيزي أنه التقيتك، لأنه في كثير من الـ من الـ من الظروف الحياتية والإنسانية والفنية بتذكرني دائما بأنه مشوارك يتشابه مع مشوار كثيرين من اللي تعبوا كثيرا في حياتهم ليوصلوا إلى منطقة. هالمشوار إن شاء الله راح نستعرض الليلة. لكن قبل أن أستعرض هذا المشوار بودي أن أوجه لك هالرسالة الجميلة. رسالة بتختم بتقول مدام رانيا. من على الموقع عندك. طبعا راح اقولها باللبناني فاعذرني، يعني فيها راح تسمع لبناني وراح تسمع خليجي. بحبك يا اغلى واحن فنان بالكون كله، انا سيده في السابعه
والعشرين من العمر، ومن أشد المعجبين بالفنان فضل شاكر. وعفوا إذا رح أحكي بالعامية، لأني حابة أعبر عن يلي بقلبي. أنا بحب الفنان فضل شاكر كتير، ودايما بدعي لربي إني ما موت قبل ما أشوفه ويغني لي الغنية اللي هي بتحبها، وهي لو على قلبي. تحياتي لألا وشكرا على ذوقها. إن شاء الله مدام رانيا تكوني تسمعينا. مني لطولة العمر. ولك كل العمر إن شاء الله مدام رانيا، وللصديق العزيز فضل شاكر أن يلبي. إذا حب الآن أو بعدين. أوكي. إن شاء الله راح نلبي هذا الطلب. ونواصل في موضوع سهرتنا في محاورها. حقيقة قبل أشوفك عزيزي وألتقيك اليوم، رحت أدور وراك، أعسعس وراك تصريحات ومن لقاءات، منتديات كثيرة ومقابلات كثيرة، وشفت أنه في بعض التصريحات كانت تعبر عن حالة من أحيانا الإحباط، أحيانا حالة من القلق، أحيانا حالة من اليأس، وفي بعض التصريحات أيضا تعبر عن أنه هالحالة بتروح وبترجع، ما هي مستمرة، يعني حالة الإحباط وحالة كذا. خليني أقول لك شوية من التصريحات اللي وردت، ورح أستخدم كلمة طوط عشان أشيل الكلمات القاسية شوية. الفنان الجميل فضل شاكر وهو في حالة خلينا نقول يعني حزينة يقول: لا أخجل من القول أن الأيام الماضية رغم بساطتها كانت صعبة علي جدا. الأيام الماضية اللي بتتكلم عنها يا أبو محمد، هل هي الأيام البدايات ولا الأيام اللي لما خلينا نقول اشتهرت وابتديت تشتغل في المجال الفني؟ لا، هي الأيام الماضية طبعا، اللي هي تتعلق بالبدايات ولا بتتعلق بوجودك في الوسط الفني؟ ما هو الأيام الماضية كانت صعبة طبعا، صعبة بالنسبة للظروف اللي كنا عايشينها، وبالنسبة ل يعني كنت عم بحكي أنا وياك بموضوع أنه كيف كنت قبل، وين كنت عايش، وشو سبب يعني الأيام الماضية. أيوة، الأيام الماضية اللي هي وأنت في الوسط الفني لسه لا، هي سببها الإحباط، أو يمكن في ناس تسألني أنه ليش بتضلك زعلان، حتى الأغاني حتى الأغاني الفرحة بتبين معك حزينة. فأنا طبعا يعني الحمد لله عشت أيام زمان يعني رغم بساطتها أو أسوتها، ويمكن هي اللي بتخلي من دون ما أشعر، من دون ما أحس، أنه هالنفحة يعني الحزن الموجودة عندي بقول يمكن هي سببها بتبين عليك في الغناء كثير. يعني الأيام الطفولة وأيام البدايات بينت على غنائك في الحاضر. أي طبعا. بتكمل بتقول: أنا لا أملك شهادات. أنا ما تعلمت يعني ما يعني أكيد ما بملك شهادات. يعني زمان كان طبعا دخلت مدرسة اللي هي الميتم، قعدت فيها للصف الخامس ابتدائي في الملجأ. نعم. الخامس ابتدائي، وبعدين ما كفيت على الميل لأنه توفى الوالد رحمة الله عليه. تعيش. وبعدين طبعا نحن ثلاث شباب بالبيت وبنتين. كم كان عمرك في هذاك الوقت؟ كان عمري 15 سنة. 15 سنة. فلما يعني ما بدي كفي علمي لأنه لسبب الحالة اللي نحن فيها الظروف يعني طبعا صرت أشتغل، اللي هو ما خليت شغلي تخطر على بالي رح نتكلم فيها بعدين إلا ما اشتغلت. أوكي. ولهالسبب يعني ما قدرت يعني أتعلم، وأهلي ما كانوا يقدروا يعني يحطوني بمدرسة يصرفوا علي. أنا هالأسئلة اللي أوجهها الآن هي كثير من من الشباب والشابات أو من الناس اللي مهتمين بالغناء ويحبوا يغنوا ولسه بادين، بحب أن يسمعوا كيف التجارب اللي أو التجارب والخبرات وخلي نقول النضوج اللي يحصل
عند الفنان خلال سنوات عمره كيف بتأثر عليه الطفولة وكيف بتأثر عليه مرحلة الشباب قبل أن يبدأ في الغناء. الآن ثم نذهب إلى الطوط. هل راح أعمل طوط؟ طيب. ثم قلت أدعو الله أن يبعدني عن هذا الجو الطوط. نعم. ثم قلت الفن أطوط مصلحة في العالم. ثم قلت نعم طوط من الفن، لأن جميع الفنانين في العالم العربي باستثناء 1% طواطون كذابين يعني، ولا أستثني نفسي منهم. نعم. ثم قلت ثمة إعلاميون يظلمونني بسبب حقدهم وفشلهم، ومنهم من اتهمني بالجهل. نعم. الآن إحنا في الوسط الفني. نعم. في مرحلة الوسط الفني. نعم. كل هذا الشعور انخلق من خلال وجودك في الوسط الفني، في العلاقات اللي نشأت بينك وبين زملاء وزميلات في مجال الغناء، بين ملحنين، بين موزعين، بين صحافة. ففي لحظة من اللحظات، اللحظات اللي أنا ممكن أسميها الضعيفة في حياة الإنسان، يبدي هالنوع من خلينا نقول من اليأس أو من الإحباط أو من آسف يعني القرف. لكن هذه هل هي حالة مؤقتة أم حالة تستمر عند فضل شاكر؟ نعم. هلا الكلام هذا اللي أنا قلته هو طبعا حالة مدتها طويلة. ليش؟ أنه أول شيء الفنانين، عاشرت كتير فنانين وتعرفت على كتير فنانين بالوطن العربي، يعني الانضافة قليلة ينعدوا على الأصابع. هلأ شو سبب هالحقد وشو سبب هالهجوم علي؟ هذه كنت بقصد فيها الصحافة وطبعا بعض الفنانين. أوكي. الصحافة من يمكن بدايات الفنية ما نصفتني أو ما ساعدتني. يعني في الصحافة العربية بشكل عام أو باللبنان؟ عم بحكي على مستوى لبنان. أوكي. بعدين طبعا حتى الصحافة العربية بعدين يمكن بسبب تهربي من المقابلات، لأنه وصفتهم بالطوط. ماشي، بالطوط. بسبب تهجمهم علي، لأنه ما بدي أعطيهم لقاء أو ما بدي، أو صاروا يتهموني أنت ما بتعرف تحكي، أنت جاهل، أنت مش عارف. أوكي. يستفزوك يعني. إيه. فأنا مرد طبعا، مرد، بس صرحت بعد هالكلام. يعني بالنتيجة بقول أنه لقيت الفن هو كذبة كبيرة. في حقد كبير عند الفنانين، عند أكثر الفنانين وحتى نجوم كبار يعني. كيف عزيزي فضل تنصح الشباب أو الشابات اللي لسه بيبتدون مشوارهم؟ بماذا ممكن أن تخبرهم كيف يتعاملوا مع صحافة، مع علاقات، مع الوسط الفني من خلال تجربتك؟ شو اللي تعلمته وبدك الناس تتعلموا أو الناس اللي مهتمين بالغناء؟ نعم. إيش ممكن تختصر لي؟ إيش المفروض يعني يعملوا؟ إيش ممكن يتفادوا؟ إيش يعني يكونوا صادقين أول شيء بعملهم، يبعدوا عن كل شيء صحافي مصطنع أو الإعلام الصفرة. كيف ما يكتر مقابلات وما يكتر ظهور على التلفزيونات، لأنه أكيد حيوقع. أنا يعني بقول الفنان، أنت فنان غني، يعني اطلع على المسرح وغني وحس بصدق لحتى الناس تصدقك ويوصل إحساسك بصدق للناس. مع هل تعتقد أن الظهور المتكرر أو الكثير للفنان على شاشات التلفزيون والصحافة، هل تعتقد أن ذلك ممكن يأثر على نجوميته أو على شهرته؟ أو ما هو ممكن الشخص اللي عم بيحاور أو ممكن يعني الصحافي اللي عم بيحاورك أنه يوقعك بسؤال يخلي الناس ما تفهمك صح، فهذا حيقلل من جمهورك أو من نجوميتك. ممكن تغلط، أنت مش منك معصوم عن الغلط يعني. فبفضل الفنان أنه هو يغني، شغلته يغني، خليني اسمع وشوف بحبه عم بيغني، مش عم يحكي وعم بيعلقوك مع الفنانين وعم بفوتوا على خصوصيات يعني بفتكر مش من حق حدا يعرفها.
وفي مطبات كتيرة يعني بعض الصحافة صراحة عانيت بالأول إنه بيسألك سؤال قصده يعلقك مع فنان أو قصده يوقعك بمطب يكون محسوب على فنان معين هالصحافي أو على فنان. ففضل هالشباب اللي طالعين جديد يغنوا بصدق يحسوا بصدق طيوصل عمل للناس بصدق. أوكي شباب سمعوا أغنية لو تكرمتوا. أنا قبلك يا حبيبي خلتني الأيام وعلي لم تخبي وبعيونك كلام عاشت أنت يا قلبي دايب للغرام دايب للغرام. قبلك يا حبيبي خلتني الأيام علي لم تخبي وبعيونك كلام عاشت أنت يا قلبي دايب للغرام الغرام. انسى اللي راح يا قلبي ارتاح هيك الغرام ليش الملام لا بتجدى يوم ولا بترتاح. انسى اللي راح يا قلبي ارتاح هيك الغرام ليش الملام لا بتجدى يوم ولا بترتاح. سألوا عن حالي يا نار الأشواق وبعدن على بالي وأنا دايما مشتاق دايما مشتاق. شطارة هالليالي شغلوني العشاق ما سألوا عن حالي يا نار الأشواق وبعدن على بالي دايما مشتاق وأنا دايما مشتاق. للتواصل مع إذاعة صوت الخليج على الهاتف رقم 44034 من داخل قطر، من خارج قطر فقط إضافة فتح الخط 02974، وعلى الرسائل النصية من قطر 92897، مملكة البحرين عبر زين 77612، عبر باتلكو 92013، الإمارات العربية المتحدة 6964، المملكة العربية السعودية عبر الجوال 80537، سلطنة عمان عبر عمان موبايل 90246، عمان نورس 90644، العراق عبر زين 3557.
أعزائي مستمعين صوت الخليج، مرحبا بكم مرة ثانية مع فناننا الفاضل حبيبي فضل شاكر. أم كلثوم لقبوها بكوكب الشرق، نعم، مع أن الكوكب جسم صلب منطفئ ويدور حول الشمس، نعم، والشمس هي عبارة عن نجم والنجم مشع، نعم، وهو الذي يتفضل على كوكب الأرض بالضوء الذي يجعل الحياة على الكوكب ممكنة. يعني من غير هالنجم الكوكب ما بيعيش. لكن لو فكرنا قليلا سنجد أن كوكب الأرض هو الذي اختص بالحياة، فلا حياة لأي شيء خارجه حتى الآن على الأقل. أما النجوم فهي احتراق دائم، النجم بيحرق نفسه دائما. الآن وصلنا إلى هذا السؤال، هل كان ممكنا، كان ممكن لأم كلثوم الكوكب كوكب الشرق أن تعيش لولا فضل النجوم؟ وشاكر لك لو أجبت. الكوكب الجميل، الكوكب نحن عايشين إيه؟ يعني أنا عايش فنيا على طبعا على روح وإحساس وصوت كوكب الشرق عبد الوهاب بلي حمدي، يعني كل هالناس الكبار.